Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menghafal surat Al-Imtithal. Sekarang kita sambung kepada surat Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan kita dapat hafalan mahaminya. Ikut Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza اكتالوا على الناس يستوفون فإذا كالوهم أو وزنوهم يسرون ألا يجن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدروك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدروك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم أين يشرب بها المقربون أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يتقون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.